حسين مشيك ينضم إلينا كالمعتاد على الهواء مباشرة من العاصمة الروسية موسكو. حسين، ما الذي طرأ على تحديثات البيانات الرسمية التي كنت تترقبها من السلطات الرسمية الروسية؟ نعم أحمد، نتيجة استهداف القوات الأخرى البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل جندي روسي نتيجة هذا الاستهداف، بينما أكد حاكم سيفاستوبل عن تضرر زجاج عشرة مباني سكنية محيط مقر الأسطول البحري الروسي في المدينة. أيضا وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية 5 صواريخ مجنحة من طراز كروس. أيضا المعلومات تتحدث عن أن الصاروخ الذي استهدف مقر الأسطول البحري الروسي هو صاروخ من طراز ستورم شادو. فقط حسين، أنا سأعود إليك لتستكمل هذه الفكرة، لكن فقط اسمح لي أن نشير إلى هذه اللقطات التي كنت قد أمددتنا بها مما هو يقيني أو أقرب إلى اليقين من مشاهد لمدينة سيفاستوبول ما بعد إطلاق هذا الصاروخ، أعمدة الدخان المتصاعد وبدأ دخانا كثيفا. صحيح أننا إزاء لقطات على ما يبدو لوسط المدينة القريب للغاية من ميناء سيفاستوبول الذي كان مسرحا لهذا الهجوم الصاروخي الذي تأكدت فيه الأنباء، والذي ربما في تصرف نادر من الجيش الأوكراني يتبنى هو بالفعل هذا الهجوم استهدف الميناء. وأنت تشير إلى أن أحدث التطورات الآتية أيضا من روسيا تقول بأن جنديا روسيا قتل جراء هذا الاستهداف مع عدد من الإصابات. فقط نشير إلى أن هذه اللقطات لوسط المدينة، وسط مدينة سيفاستوبول التي كان حاكمها يقول بأن هناك ضرورة بأن يبتعد المواطنون على الأقل في أعقاب هذا الإطلاق، أن يبتعدوا عن وسط المدينة القريب للغاية، حتى كما تظهر هذه اللقطات القريب للغاية من الميناء المستهدف في شبه جزيرة القرم. أعود إلى حسين، أعتذر منك حسين لتستكمل أنت ما كنت قد استفدت به. نعم أحمد، كنت أشير إلى أن المعلومات تحدثت عن أنه أثناء استهداف القوات الأوكرانية لأسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول تواجدت مسيرة أمريكية خارج المياه الإقليمية للبحر الأسود، وهذا إشارة من قبل الجانب الروسي على أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت هي المعلومات وساعدت الجانب الأوكراني على استهداف أسطول البحر الأسود الروسي. حتى هذه اللحظة هذه المعلومة لم يتم تبنيها من قبل الدفاع الروسي، لكن إعلام روسي ذكر هذه المعلومة منذ قليل. أيضا في إطار الاستهداف الأوكراني للأسطول الروسي في مدينة سيفاستوبول تحدثت معلومات عن أن حركة المواصلات داخل المدينة شبه محدودة، هناك تخوف جدي من قبل السلطات المحلية لسيفاستوبول من إعادة القوات الأوكرانية إعادة محاولة استهداف المدينة في وقت لاحق من هذا اليوم. في إطار أيضا الاستهداف الأوكراني أحمد، ذكر قائد الأسطول البحر الأسود الروسي السابق بضرورة استهداف روسيا لوزارة الدفاع الأوكرانية ومقر إقامة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وأيضا هيئة الأركان العامة الأوكرانية كردة فعل على ما قامت به أوكرانيا اليوم من استهداف للأسطول الروسي. أيضا القائد السابق للبحرية لأسطول البحر الأسود الروسي أشار إلى ضرورة أن تعزز روسيا من أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها في شبه جزيرة القرم، وذلك مع تزايد هجمات أوكرانيا على أراضي القرم. حتى هذه اللحظة وزارة الدفاع الروسية فقط اكتفت بمعلومات ضئيلة جدا حول الاستهداف التي قامت به القوات الأوكرانية على أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول. الدفاع أشارت إلى مقتل جندي وإلى تضرر بعض المباني المجاورة. أنت أشرت إلى نقطة أيضا تبدو مهمة للغاية ويتعين التوقف أمامها، وهي الوسائل الروسية المتبعة للتعامل مع موجات الهجوم الأوكراني أيا كان شكلها، سواء كانت طائرات مسيرة، سواء كانت زوارق مسيرة كما جرى عند جسر كيريتش قبل ذلك، واليوم هجوم صاروخي. ما السبل أو الحيل التي أمام القوات الروسية للتعامل مع خطر يبدو مكررا بأشكال مختلفة في شبه جزيرة القرم؟ أحمد، هنا للإجابة على هذا السؤال يجب أن نذهب إلى رأي الخبراء وكيف يقرؤون سياسة أو إجراءات القوات الروسية من أجل حماية المناطق ولا سيما أراضي القرم من الاستهدافات الأوكرانية. الخبراء داخل الأراضي الروسية يتحدثون
عن أن السلطات الروسية يجب عليها أولا إبعاد الخطر الأوكراني وإزالة هذا الخطر من الأراضي الأوكرانية لكي يتم حماية جميع الأراضي الروسية من الاستهدافات الأوكرانية. أيضا الخبراء يؤكدون على ضرورة زيادة عدد أنظمة الدفاعات الجوية الروسية عند بعض المدن الروسية التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، ولا سيما عند مدينة شبه جزيرة القرم، وذلك بسبب أن أوكرانيا تكثف من هجماتها على أراضي القرم، أولا لإثارة الذعر داخل مجتمع أراضي القرم، وثانيا بسبب وجود الأسطول البحري الروسي داخل أراضي القرم، إضافة أيضا إلى أن أوكرانيا دائما كانت تتحدث عن نيتها استعادة أراضي القرم من السيطرة الروسية. أيضا الخبراء يؤكدون على أن روسيا يجب عليها أن تقوم بخطوات حاسمة وخطوات تؤذي الجانب الأوكراني أكثر من الضربات التي توجهها القوات الروسية في الوقت الحالي. كما أشرت لك أحمد، قائد الأسطول البحري الروسي في وقت سابق من اليوم أكد على ضرورة استهداف القوات الروسية لوزارة الدفاع الأوكرانية وأيضا لمقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كردة فعل روسية على ما قامت به أوكرانيا من محاولة لاستهداف مقر الأسطول البحري الروسي في مدينة سيفاستوبل. رأي هذا الخبير أو رأي هذا القائد إن صح التعبير، هو قائد سابق في الجيش الروسي، يمثل لسان حال معظم الخبراء داخل المجتمع الروسي. بعض الخبراء يتحدثون عن أن موسكو يجب عليها اتخاذ قرارات وخطوات تحسم هذه المعركة وتؤذي الجانب الأوكراني أكثر من الخطوات التي تتخذها القوات الروسية، إن كانت عبر ضرب وتدمير محطات طاقة، وإن كانت أيضا عبر تدمير مراكز ومخازن للأسلحة الغربية ومعدات عسكرية غربية. ما تقوم به القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية هو أمر مقبول بالنسبة للخبراء الروس، لكن الخبراء يطالبون القيادة بضرورة اتخاذ خطوات أكثر حاسمة وأكثر مؤذية للجانب الأوكراني، لأن على ما يبدو حسب رأي الخبراء بأن الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية ذاهبون إلى مرحلة خطيرة جدا. والخبر الذي أشرت إليه أحمد أو المعلومة التي أشرت إليها في سياق الحديث حول وجود مسيرة أمريكية خارج المياه الإقليمية للبحر الأسود عندما استهدفت أوكرانيا أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبل هو بطبيعة الحال دليل على تورط الولايات المتحدة في هذا الهجوم. لذلك الرد الروسي كيف سيكون؟ هل سيكون ضمن الردود التي تتخذها القوات الروسية في إطار العملية العسكرية، أي تكثيف الضربات على المراكز ذات الصلة بالجيش الأوكراني، أم سيكون هذه المرة رد مختلف؟ حسب رأي الخبراء بأن القيادة العسكرية الروسية هذه الليلة أو خلال الأيام القليلة المقبلة ستكثف من ضرباتها على مراكز في الأراضي الأوكرانية، لربما أيضا أن تقوم القوات الروسية باستهداف بعض المراكز وبعض المناطق التي لم تستهدفها روسيا منذ فترة، أي كردة فعل روسية على ما قامت به أوكرانيا اليوم من استهداف لمقر الأسطول البحر مقر أسطول البحر الروسي في سيفاستوبل. سنتابع معك المزيد بالطبع حال ورودها إليك أو حال حدوث أي جديد. حسين مشيك مراسلنا على الهواء مباشرة من العاصمة الروسية موسكو، شكرا جزيلا لك. فقط